المنتخبين اللي حنايا كنديروهم حتى واحد ما جا. حنا الناس الوقايه كنصيفطوا لهم الناس باش يجيبوهم 20 ابيل، كلشي كيعيط ما كاينش كاع اللي بغى يجي. علاش؟ وحتى البنت لصقات وماتت عاد انا نجي نطفيها، ولا جا كاين الامن البارح الدارك وهذا جا باش يخرج. اشنو كيهمهم؟ كتهمهم الجود تتخرج. من خرجت الجود حتى كل واحد نسل كان لم يقع شيء. شكون اللي بقى؟ اللي وقع في الحادث واللي شاف واللي دار. وحنا كنطالبوا من هنا الساكنه ولا المنتخبين، حتى شي واحد ما جا. اللي حنا كنديروهم في البلاد اللي كنديروهم والغلط ديالنا، حتى شي واحد فيهم ما جا اللي غادي يوقف وغادي يساندهم، واللي هذا المصاب هذا يساندوه يقولوا راه باقي بعدا عندنا الناس اللي كيساندون. الناس البارح كافحوا، لو كان لقى البارح العافيه تخشوا فيها ويجبدوا البنت، ما لقاوش. ما جاي رجال الاطفاء ما جاو، صافي حتى وقعت الواقعه وما عندهمش حتى لي ماتيريال. واش حنا في 2019 وما عندناش لي ماتيريال؟ واش هذه وقايه؟ السكينه ديال الكاموني النسمه ديالها غاده وكتكبر، فيها بومب واحد كاميون واحد وفيه ستافيط وحده اللي كيجي ويدي فيها لومبيلونس، راه لا يمكن. وحنا قريبين الرباط. هادشي اللي قال سيدنا في الخطاب ديالو ديال العرش، ومشينا ليه كامل الاحتفالات، وجاو الجهات والجماعات كاملين كيحتفلوا، جايبين بلا ما نقول لك راه كيعرف هادشي اللي واقع، احتفالات راكم شفتوهم في التلفازات وشفتوهم، وحتى شي واحد ما جا هنا يواسيهم من الجماعه، من الداخليه، من الباشا، من الحكومه، اللي هذاك العثماني وداك الشيء. وسيدنا كيقول في العرض في هاد العيد العرش ديالو اش تيقول؟ تيقول لك احنا غادي نديروا لجان اللي غادي تخرج دير التحقيق على هادشي اللي واقع ديال التربيه والصحه والمحاسبه، وراه خصها تبدا من دابا. الاخ اللي هضر معكم قبيله سمعتوا الصوت ديالو كيدير؟ حنا راه كنا ستات نفوس منهم انا وهاد الاخ هذا. كان واحد الاخ ديالي والاخ ديالي، واحد الراجل مولاه وليدات، طلعنا اختي رحنا الفوق، راه البنت باقي ما صرا والو، العافيه باقا شاديه على بها الداخل، ما وصلاتش ليها كاع في الشرجم. حنا لداخل تنهرسوا اللي غيتهرس، تندخلوا ما كاين باش غتنفس تموت، ما لقيناش الحل اختي. الحمله بغينا نقطعوه ما لقيناش، الله غالب والله العظيم. انا راه كنسكن هنا هافين هافين، وجينا كنجري وطلعنا للدار، الحاجه اللي غتحيد لي غتكداع كلشي حيدناه ما لقيناش. كنتصلوا بالرجال المطافي الوقايه المدنيه، جاونا اختي على نص ساعه، نص ساعه نمشيو لسلا، نمشيو لسلا ونتحدى العالم، انا نمشي لسلا نص ساعه نكون في سلا دابا، نص ساعه عاد جايين وكاك وجاو. وشكون اللي كيحيد التيوك يابا؟ حنا اللي كنحيدوا التيوك. فين هما الرجال؟ فين هما دوك اللي كيخدموا كيتخلصوا؟ خلينا حنا نتخدموا اسيدي. تخدم هذاك اللي لابس لي الشورطه وجالس تيلعبوا الرامي، عيبوا عار، عيبوا عار. هذيك الملائكه مشات، والله لو كان جاو في الوقت المناسب ما تموت اختي ديك البنت، والله لا ماتت. انا نطلع بداك السلوم بلا ما يطلع هو، عطاني غير الماء، والله لا ماتت ديك البنت. حشومه، عيبوا عار، عيبوا عار. ماشي الاولى، ماشي الثانيه، ماشي الثالثه، حشومه هذا الكاموني هذا اختي. بلا ما بلا حسابات، الغرق في هذه البلاد بلا باك صاحبي. تنعرفوا ديك كلمة باك صاحبي، راه باين كلشي. لو كان ولد شي مسؤول كبير ولا شي حاجة منكم وجبد، لو كان طاحوا في البلاصة حضروا هما الأولي. ولد فلان، بنت فلان، هذيك اللي حنتاش مسكينة بنت درويش ودرويشة ليها الله سبحانه وتعالى، وحنا كاملين الدراويش لينا الله. عيب وعار، عيب وعار هذا الكاموني هذا. شنو في هذا الكاموني أختي؟ شحال فيه ديال النسمة ديال البشر كاع؟ شحال 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 أول حاجة بعدا قريب العاصمة. العاصمة ها قنيطرة، كلشي حدانا. حنا كنشوفوا المناطق أكثر من علاش فينا حنايا تنحملوا المسؤولية الأولى الدرجة الأولى رجال مطافئ الوقاية المدنية، تنحملهم كامل المسؤولية. هما السبب في القتل العمد ديال هاد الصبية هادي مع سابق الإصرار. حنا 19 دقيقة ولا 13 دقيقة وحنا كنتصلوا بهم دون رد. اخر المطاف مشى عندهم السيد تال تما خارجين ليه بالشورطات، تيلعبوا الكره بالشورطات وصوت ما تيلعبوا، تيلعبوا في الرامي. واش هادو وقايه مدنيه؟ واش هادو هما لي بروتوكسيون سيفيل اللي تنعرفوا حنا؟ حنايا تنحتجوا وتنستنكروا بشده على التقاعس والتماطل في اداء المهام ديالهم كوقايه مدنيه. والى الله المشتكى، ولا حول ولا قوه الا بالله. حنا كمواطنين ولاد الحومه درنا مجهود ديالنا اكثر من المجهود ديالنا باش ننقدوها، ولكن الله غال. حنا بغينا نفتحوا تحقيق بهذا الصدى هذا، على هذه السيده هذه، على هذه البنيته، هذه الصبيه، هذه البارئه. نتابعوا
رجال الوقايه المدنيه اللي ما قاموش بالدور ديالهم كما يجب. دائما دائما ديما كيجيو كيلقاو المواطن هو اللي كيطفي لهم العافيه. حنا هما اللي ولينا وقايه مدنيه، هما مواطنين، هما تيتخلصوا بينا حنا. حنا هما الكيادره وما الكرارس، حنا سايقين الكروسه وما تابعيننا من اللور. تا هو اللي كاين اختي، والى الله مشكل. نقول لك بقات فينا الله غالب، نقول لك نتحرقوا حنا وتبقى هي حيه الله غالب. درنا جهدنا والله غالب ما كامل. فاجعة ما عنديش كيفاش نوصف لك داكشي. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.